مرحبا بكم احبائي، لك اهلين، لمحبي لك اهلين، وللناس التي لا تحب لك اهلين سامحونا، نقول لكم مرحبا بكم. انا زعلان منكم بصراحه، زعل كبير. سوف اخبركم السبب، لكن قبل ان اخبركم السبب فلاحظوا معي هذا المكان الجميل. اليوم صراحة 3 أيام جو جميل ورائع. الآن انتهيت من الشغل وحبيت إني أخرج أتمشى بهذه المنطقة، بهذه البحيرة الجميلة، من أجل تغيير الجو ولكي أعاتب بعض الأصدقاء. للأسف صراحة ألاحظ بأنه الدعم قليل منكم أحبائي، الدعم قليل، رغم الحمد لله أن الفيديوهات التي أقدمها لكم تكون فيها إفادة وتكون فيها استفادة. الله الله على المنظر الجميل، وتجد مشاهدات كثيرة ولله الحمد، لكن قليل من الناس تدعم بكتابة تعليق، تدعم بنشر الفيديو، تدعم بشيء. أصدقائي عيب عليكم، ما هذا البخل يا أصدقائي. وتجدون في اليوتيوب فيديوهات كثيرة تافهة ليس لها معنى، وتلاحظون يعني الدعم الذين يحصل عليه هؤلاء الناس. لكن عموما أنا زعلان. لا، الآن انتهيت من العمل، كان أسبوع مرهق ومرهق جدا بالشغل. تعرفون بأنه الشغل أنا موظف بالجوب سنتر، يعني الشغل يكون قوي جدا وشديد، وأحاول من خلال شغلي أن يعني أهب وقتي وتفكيري وكل طاقتي للأصدقاء الذين يعني تكون عندهم بعض المشاكل، تكون عندهم بعض الأمور التي تغي على قلبهم أو التي تضغط عليهم. أحاول بكل الإمكان أننا نقضي على تلك المشاكل، وهذا طبعا يمتص شيء من القوة. لذلك عندما يصل نهاية الأسبوع أكون جد تعبان وأحاول مثل الآن أن أذهب إلى حديقة، إلى بحيرة، لكي أغير الجو، أتمشى شيئا ما، شيء جميل الواحد على الأقل يغير الجو. لكن لاحظوا معي كم هي هذه البحيرة جميلة جدا ونظيفة. لاحظوا معي الماء، حتى الأرض الواحد ممكن أن يرى الأرض. صراحة بحيرة جميلة. لا، في فصل الصيف يجب الواحد أن يأتي إلى هنا ويسبح أحبائي. يعني هذا هو البرنامج الذي أحاول تقريبا كل نهاية أسبوع أن أقوم به. لكن أيضا لاحظوا معي هذا الوز، أنا اليوم سوف أعزمكم على عزومة، سوف أطبخ لكم وزتين تكلوا صوابعكم وراها. سوف نأتي لها في الليل. الآن الأمر خطر. لاحظوا الناس لا أمزح معكم. هل تريدون أن تأتوا معي؟ كومت إير ميت ناخ هاوزة؟ فولت إير ميت كومن ناخ هاوزة؟ كوم. خافوا. سألتهم، قلت لهم هل تحبون أن تأتوا معي إلى البيت؟ لكن خافوا، شكوا. أحبائي يعني غريب، لماذا؟ ليش شكوا فيا؟ يعني كنت حابب يعني أوكلهم، أعطيهم سلطة. خافوا. أمزح معكم أحبائي، حبيت فقط أن يعني أريكم بعض الأجواء التي دائما أقوم بها وأعيشها. اليوم يوم جمعة، وصراحة الجو جميل في فصل الشتاء أو فصل الخريف، نهاية فصل الخريف، شيء جميل. أحبكم في الله، وأتمنى أحبائي الآن أن تدعمونا، فهناك أشياء جميلة وجديدة تنتظركم وسوف أقدمها لكم عن قريب. يلا أحبائي، باي باي ومع السلامة، واهتموا كثيرا بأنفسكم، وأحبكم كثيرا. إلى اللقاء.